السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا بألف خير. يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية، تكونوا إن شاء الله في أحسن الظروف في أحسن الأحوال. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم تشكيلة جميلة جدا مميزة بموديلات أنيقة، شي حاجة اللي جديدة، شي حاجة اللي ديال هاد الشهر ديال رمضان. غادي نتلقاو في هذا الفيديو البنات اللي وجدوا جلابة قبل، راهم كاملين تصوروا الموديلات كيفاش جاوهم، كل وحده والذوق ديالها، وكل وحده واشنو وجدات لرمضان. هادو هما جليبات البنات، غادي تشوفوا التنسيقات والالوان اللي مازجين في الجلابه ما بين الخياطه واللون ديال الثوب. غادي تشوفوا كذلك التنسيقات ديال الفولار. المهم البنات تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ما غاديش تندموا. كاينين جليلبات اللي جداد ما غاديش تكونوا شفتوهم من قبل، فكنتمنى الفيديو ينال الرضا والاستحسان ديالكم، وكنتمنى الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي تشتركوا وتضغطوا على زر ابوني باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وما تنسوش كذلك تدعموا الفيديو باللايك، حيت تبارك الله الفيديوهات كيطلعوا في المشاهده ولكن اللايكات ما كاينينش. كنتمنىكم تعاونوا معايا فضلا منكم وليس امرا. ومرحبا بكم البنات، غادي نكمل معاكم التشكيله ونكمل معاكم الموديلات اللي جبت لكم في هذا الفيديو. كنتمنى كاملين يعجبوكم، وكنتمنى اللي مازال ما خيطاتش الجلابه ديال العيد تستافد من هذه الموديلات وتلقى الجلابه اللي كتبحث عليها ان شاء الله. كاينين عاوتاني موديلات البنات ديال الضريب الصداق ولا ديال العريسات اللي كيجيو دو بياس بهاد الالوان الجميله بالطرز. حتى هما كاينين منهم موديلات اللي كثيره، وكاينين جليبات دو بياس بالنسبه للناس اللي كيبغيو جلابات ديال الحضور. غادي تشوفوا معايا الفيديو، صراحه راه متنوع وفيه فيه انواع كثيره ديال الجلابه المغربيه. شوفوا معايا البنات، حتى الاثواب الى لاحظتوا كاينه اثواب جديده بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخرجوا من الروتين ديال جلابه كريب ولا جلابه مليفه. كاينين اثواب اللي مميزه وجديده، والخياطات البنات غادي تشوفوا معايا في الفيديو كاين خدمه المعلم، كاين الطرز، كاين سفيفة اللي رجعت عاوتاني موضة، سفيفة بالعقاد، كاين زواقة المعلم على هذا الشكل، كاين الخدمة الخفيفة بالتريسنات، كاين الراندا، كاين الخدمة ديال الكمبيوتر، كاين المرمى. المهم انواع كثيرة لا تعد ولا تحصى في هذا الفيديو. كاين كذلك الخدمة ديال المعلم ديال اليد، كاين البرشمان. مهم تبعوا معايا البنات الفيديو، غادي نتلقاو ان شاء الله الجلابه اللي كتمنوا تخيطوا ان شاء الله العيد. واخا الخياطه كلهم صراحه خداو القدر الكافي ديال الجليبات ووقفوا، حتى الالوان البنات شوفوا معايا كاينين الوان جميله جدا. كاين الخدمه ديال الحصيره اللي كتجي حتى هي بالطرز. شوفوا البنات الالوان ديالها، كاينين عاوتاني جليبات على هذا الشكل كيجي القفطان بالطرز، والجلابه كتجي خفيفه سامبل. كاين هادو اللي كيسميوهم بالطرز ديال الكاويه اللي كيجيو طرز المسلول. وحتى هاد الجليبه من دم جليلبات ديال عقد القيران، شوفوا معايا كيفاش كيجيو. بالنسبه للعريسات اللي كيوجدوا العرس ديالهم ولا هذا، كيجيو حتى هما زوينين. وكاينه ثاني خدمه ديال الدبانه اللي هانتوما البنات كتجي بالسفيفه، حتى هادي بالدبانه والسفيفه.
والطرز الرباطي بحال ديما. بالنسبه للناس اللي كيتعجبهم جلابه الحضور تكون عاطيه العين وتكون عامره، كاينين هاد الموديلات، كاين حتى هاد الموديل شوفوا معايا، الجرأة في الالوان وكاين البنات هاد الكريب اللي داخل فيه الصقلي، كاينين جلابات على هاد الشكل كيجيو بالطرز. شوفوا الخدمة البنات خفيفة، وهاد الخدمة هذه اللي دارجة في الموضة اللي غادي تشوفوها بكثرة في أنواع وأشكال. شوفوا معي البنات هاد القنيطرات والقفيطنات ديال العيد، تاهما كيجيو زوينين. وكاين عاوتاني الخدمة ديال العقيق، الأثواب اللي مختلفة في هذا الفيديو، كاين حتى هاد الثوب. كاينين هاد القفيطنات اللي بسفيفة وكذلك داخل فيهم التنبات، واللون الأسود البنات غادي تشوفوا في هاد الفيديو كل جلابة في الأسود واللون باش مخدومة. شوفوا معي السفيفة البنات راه رجعت بكثرة، كاين حتى هاد الخدمة بالنسبة للناس اللي كيبغيو جلابة مشارجية. غادي ان شاء الله في الفيديو الماجي نشارك معكم شي فيديو خاص بالقفيطنات وبالتكاسب، واخا ما كنزامش بزاف ندير هاد الفيديوهات، ولكن ان شاء الله نبدا نشاركهم معكم. راكم عارفين جاي الصيف وجاي المناسبات، هادو غير موديلات من بين كانوا داخلين مع جليلبات وقلت نشاركهم معكم علاش لا. ان شاء الله في الفيديو الماجي نشارك معكم شي تشكيله خاصه بالقفاطن والتكاسط، اللي بغات تحضر شي قفيطين ولا شي تكشيطان مهم تعرف شنو كاين. هادو البنات راهم غير بالكريب وكيجيو مخدومين بالطرز، ومازال ان شاء الله نشارك معكم حتى شي تشكيله ديال العبايات. شوفوا البنات جليبات بالرنده حتى هما كيفاش كيجيو، وكذلك نبات والعقيق. كاين هاد الموديلات بالخلاله المغربيه ولا الامازيغيه، المهم البنات قربنا لنهايه ديال الفيديو. كنشكركم بزاف على التواجد ديالكم معايا، كنشكر الناس اللي بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا، شكرا على لي لايك وشكرا على البارتاج، شكرا للناس اللي انضموا لقناتي وداروا ابوني، فكنقول لهم مرحبا بكم.
كنتمنى نكون عند حسن ظنكم، وكنتمنى المحتوى ديال قناتي ينال الرضا والاستحسان ديالكم. السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع موديلات جداد ومع جليبات جداد ان شاء الله.